نروح لتونس ونشوف زميلنا فاروق صلاح، ومعانا دلوقتي لقاء ايضا مع الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. انا بسمي دايما الاستاذ طارق انديل وش السعد، ربنا ان شاء الله يجعل وشه سعد كده في المباراه القادمه. برحب بك يا فاروق وبرحب بالاستاذ طارق انديل. طبعا في البدايه كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، وكل التحيه لكابتننا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل عبد الرحمن. يعني وانا بسمع كلام الكابتن عادل والكابتن شريف، طبعا بنستمتع بتحليل الكابتن عادل والكابتن شريف عبد المنعم، اللي واضح ان هم يعني عارفين كل كبيره وصغيره. وابرز الامور اللي اتكلم فيها الكابتن عادل واللي حضرتك اتكلمت فيها برضه يا كابتن اسامه، هي ابرز النقاط اللي الحديث المستمر عنها هنا في اجواء تونس والقريبين من الاحداث من معسكر فريق الترجي التونسي. يعني انا معايا في هذه الاثناء الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن اسامه في البدايه بيقول انا بعتبر الاستاذ طارق انديل وش السعد، بيقول لك استاذ طارق وش السعد. طبعا وش السعد جمهور النادي الاهلي كله يا كابتن اسامه. زي كابتن اسامه وتحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن شريف عبد المنعم وكابتن عادل. الحمد لله الأجواء هنا كويسة، استقبال زي ما حضرتك عرفت امبارح استقبال رائع من رئيس نادي الترجي، وسيادة السفير إيهاب عامل شغل برضو هين معانا الحمد لله. وبدأ النهاردة الفريق أول تدريب ليه، فالدنيا الحمد لله. اللي بيتبقى زي ما دايما بنقول مباراة 90 دقيقة، توفيق ربنا إن شاء الله لينا إن شاء الله في الماتش ده وفي لقاء العودة إن شاء الله. استاذ طارق، حضرتك قريب من الاحداث، اجتماعات مستمره مع الكابتن محمود الخطيب اللي يعني اعتقد وجوده بصفه مستمره مع اللاعبين في اغلب المباريات بيدي رساله وحافز كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. طبعا يعني دي الحمد لله متعودين عليها مع يعني قبل ما نيجي كابتن محمود كان يعني الام الظهر شويه، ومع ذلك برضه كالعاده ضرب بنصائح الاطباء عرض الحائط وجه السفر، لان قبلها كان في سفريه مرهقه قوي جنوب افريقيا وقطر. فتواجده طبعا بيدي حافز اللاعبين غير طبيعي، وفي نفس الوقت الحمد لله بخبرته الكبيره وكاسطوره في كره القدم والعمل الاداري الحمد لله بيطفي على الجو نفسه في دايما بسميه المعسكر. يعني مهما يكون قاعدين في فندق سواء في اجراءات او اللي هي فقاعه او غيره، انما النادي الاهلي الحمد لله اتعود ان احنا متواجدين في معسكر. وفي النهاية برضو بنقول إن توفيق ربنا إن شاء الله يكون معانا ونقدر إن شاء الله نتجاوز الماتش الجاي إن شاء الله. أستاذ طارق، يعني خلال تواجد حضرتك المستمر مع الكابتن الخطيب، إيه أكتر ما يشغل بال الكابتن الخطيب في هذه الفترة في الفترات السابقة؟ طبعا حلم وطموح البطولة طموح مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي وكل مسؤولي النادي الأهلي. يعني من يوم ما دخلنا مجلس الاداره واللي بيشغل كابتن بال كابتن محمود الخطيب هو النادي الاهلي دايما يبقى رقم واحد في كل حاجه، في انضباطه في اخلاقياته في مبادئه، في نفس الوقت في بطولاته اللي هي دايما الهم الشاغل لجمهور النادي الاهلي. ودايما كابتن محمود الخطيب عند جمهور النادي الاهلي له الاهميه القصوى، اللي هو اللاعب رقم واحد بالنسبه لنا كلنا، فدايما شاغل باله بكده، والنادي الاهلي دايما في المكانه اللي هو يستحقها واللي هي الرياده دايما في كل حاجه الحمد لله في منظومته وفي العابه وفي فرقه كلها الرياضيه. طارق بيه، انا عارف انه يعني بذلتوا مجهود كبير جدا، ودور ايضا الكابتن سمير عادل والكابتن سعد عبد الحفيظ، واختيار الفندق اللي يعني في احد الاماكن والمناطق الهادئه جدا اللي بيدي نوع من الهدوء والتركيز اكتر للاعبين. الحمد لله هي يعني برضو زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هي قعدت النادي الاهلي في سفره كله، يعني لعيبه الحمد لله على قدر عالي جدا من الانضباط، جهاز فني نفس الحكايه اللي بيكونوا وكل افراد البعثه بيكون كده، وطبعا على راسها القائد كابتن محمود الخطيب، فبالتالي دايما ده بيدي للمعسكر طابع خاص ان احنا عندنا جايين لهدف معين ربنا يوفقنا ان شاء الله لتحقيقه، ويعني سواء المباراه اللي هنا او ان شاء الله اما نرجع القاهره مباراه العوده ان شاء الله. لو عايز تقول رساله للاعب النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي، تحب تقول لهم ايه وتقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ طبعا رساله لعيبه النادي الاهلي هي الرساله دايما موجوده من كابتن محمود الخطيب ومن كل القائمين على الفرقه،
عندنا ثقه كمجلس اداره فيهم وفي اللاعبين، وان هم دايما الحمد لله على قدر مسؤوليتهم، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي. فكل واحد يقول ان هو يعني استمروا على كده، معرفتكم قيمه الفانيلا بتاعه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي طبعا من الاعظم في 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 العالم، يعني جمهور النادي الاهلي ده دايما هو المساند والصرح الكبير قوي اللي موجود لينا كلنا. فيا رب ان شاء الله تكمل على خير ويحالفنا التوفيق. كنت بس يعني زل لي كلمه كابتن اسامه، النهارده كان في يعني كان في مجموعه من اخواننا في السفاره المصريه وكده، ففي ناس كانوا قاعدين كانوا بيمتدحوا جدا على حلقات رمضان الرائعه اللي هي رد جميل، فكانوا عمالين يعني يتكلموا بطريقه جميله جدا على السبق اللي حصل ده في شهر رمضان. بهنيه عليه طبعا، وبقول الحمد لله كان حديث الناس النهارده هنا. الكابتن شريف عبد المنعم يعني بيرحب بحضرتك فاروق، ويعني واشكر الناس اللي اتكلمت عن برنامج رد الجميل اللي كان في رمضان. رد الجميل ليه هو كمان وعايزين نرد له الجميل كمان على مجهوده الكبير يعني مع النادي الاهلي. نقول له الف سلامه وكنت تمام. الكابتن اسامه مبدئيا بشكر حضرتك على يعني كلام حضرتك واشاده الكثير من الناس، وكابتن شريف عبد المنعم بقول لحضرتك انت كمان ليك رد الجميل في دورك مع الفريق ومع البعثه خلال السفريات اللي فاتت، وايضا الكابتن عادل عبد الرحمن بقول لك حمد لله على السلامه والف سلامه. الله يسلمكم، وتحياتي الكابتن شريف طبعا وكابتن عادل يعني كباتنا الكبار في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت كل الجميل بيبقى يعني احنا اللي مدينين للنادي الاهلي بيه، فالحمد لله اي حد فينا في اي سفر او خلاف او اي مجهود بنعمله جوه النادي الاهلي هو بيبقى زياده او بيضفي على اسمائنا، مش يعني بيضيف لنا رصيد ما بياخدش منه، انما النادي الاهلي هو اللي دايما له الجميل الاعظم علينا كلنا. يعني طارق بتتكلم مش بلسان المسؤول، بتتكلم بلسان العاشق والمحب، ده نفس الكلام اللي بنشوفه من كباتننا سواء الكابتن شريف، الكابتن اسامه، الكابتن عادل عبد الرحمن، كل الكباتن بيتكلموا بلسان العاشق والمحب، مش مجرد ان انا لعبت في النادي الاهلي او ان انا كنت مسؤول في النادي الاهلي. الحمد لله هي دي روعه النادي الاهلي، وهو ده اللي فارق النادي الاهلي الحمد لله في كل تاريخه على ثوابته دي، ان النادي الاهلي هو لا يزال المقوله دايما اللي بنقولها الاهلي مش شعار، والله الاهلي فوق الجميع والاهلي فوق اي اسم من اسامينا، الاهلي هو اللي بيدينا كلنا، هو النادي الاهلي هو الكبير قوي قوي قوي، وكلنا نتمنى اي حد يتمنى ان يكون دايما في خدمه الصرح الكبير قوي، ودايما الاهلي كبير بجماهيره في كل انحاء العالم. شكرا يا ستار والتوفيق دايما. شكرا فندم. شكرا كابتن اسامه، اعتقد كلام من القلب وكلام يعني يلمس نبض الجمهور، الاهلي فوق الجميع فوق الجميع، الاهلي هو الكبير والنادي الاهلي كلنا مدينين للنادي الاهلي. ده كان لقاءنا مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراته الاولى ان شاء الله في مباراه الذهاب امام فريق الترجي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن اسامه ولضيوفك الكرام. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، وايضا بنشكر يعني وش السعد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي